السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد بتواجدي معكم الليلة في استضافة جمعية إشراق. وأبدأ كلامي بالثناء على القائمين على الجمعية وإتاحة الفرصة هذه، وأبارك للجميع دخول شهر فضيل علينا جميعا، أعاده الله علينا وعليكم بكل خير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. في البداية أحب أوضح أمور، يعني لقاءنا الليلة إن شاء الله ممكن يكون ما بين 20 دقيقة لـ40 دقيقة، نحاول من خلاله نسلط الضوء على الأدوية للأشخاص اللي تم تشخيص حالتهم بفرط حركة وتشتت الانتباه، واللي هم على الأدوية، وكيفية التحول من النظام العادي اللي هو نظامنا الروتيني اليومي إلى نظام الصيام والتعديل أوقات النوم والصحيان والأشياء هذه. فمبدئيا بتكلم شوي عن بعض الأمور المتعلقة، وفي نهاية الحديث بأترك المجال للجميع بطرح الأسئلة وبأخذها تباعا بإذن الله تعالى، ونسلط الضوء على جميع أسئلتكم بإذن الله على حسب كل واحد واحتياجاته بإذن الله. فممكن مبدئيا بأتكلم بنبذة بسيطة عن فرط الحركة وتشتت الانتباه. هو عبارة عن اضطراب يبدأ ممكن في سن مبكرة أو في سن متأخرة الكشف عنه أو التشخيص. غالبا أكثر فترة ممكن إحنا نكشف عنها أو يتم تسليط الضوء عليه وهو بداية الدراسة، بحكم إنه المدرسين ما يعني تكون عندهم صعوبات في التواصل مع الطالب، في الجلوس مثلا في الكرسي، الانتباه، عمل الفروض الدراسية، كل الأمور هذه. بعض الأهالي ممكن يواجهون صعوبة في إنهم في التعامل مع الطفل، بعض الأهالي يواجهون صعوبة في التعامل معه من حيث يعني تنفيذ الأوامر، التواصل معهم، الصداقات الصحية، كل الأمور هذه. بالنسبة للبالغين يعني تكون عندهم صعوبة شوية في إنهاء المهمات اللي في مثلا اللي تخص الدوام، إنهاء المهمات اللي تخص حياتهم العادية. تكون عندهم مشاكل مثلا في التواصل مع الناس والاستفادة من العلاقات الأسرية أو العلاقات الاجتماعية. هذه كلها تقودنا إلى كيف إحنا نشكل خطة علاجية لهذول الأشخاص. طبعا الخطط العلاجية الخاصة فيهم تشمل العلاج السلوكي، تشمل العلاج الدوائي، تشمل العلاج المعرفي، كل الأمور هذه إحنا نساعد المصابين فيها خلال فترة العلاج. فحاليا في عندنا أكثر من مجموعة في الأدوية ممكن بعض الأشخاص إنهم يتناولونها خلال الفترة الحالية. ففي عندنا المجموعة الأشهر في اضطرابات فرط الحركة وتشتت الانتباه، اللي هي مجموعة السايكو ستيمولنت، ومجموعة مضادات الاكتئاب والقلق، ومجموعة مضادات الدهان. فكل هذه المجموعات يكون بحسب تأثيرها على حسب الشخص المصاب واستخدامه لها. فإحنا بنتكلم على مسألة الآن تكون فيه مشكلة كبيرة عند الأشخاص في التركيز، في الأداء، في المهام وإنجازها، فهو ياخذ الدواء عشان ينجز هذه الأمور، لكن في المقابل ممكن يشتكوا إن الدواء مثلا ما يخليهم ينامون، أو إن الدواء يخليهم دائما في ما يقدر ينام، ما يقدر يحصل على مثلا غفوة معينة أو ناب في بين الفترات، فيتضايقون من هذه الحاجة. فإحنا نقول الآن فترة رمضان يتغير نظام النوم،
يعني أغلب الأشخاص ممكن يسهر خلال المساء وينام خلال فترة النهار. كمان الصعوبة نلاقيها في إيش؟ إنه الطلاب الآن فترة اختبارات، وأغلبهم راح تدخل الاختبارات عليهم في الفترة ما بعد الظهر. فأغلب الطلاب اللي بيكونوا خلال الفترة هذه راح يكون مهم بالنسبة لهم متى ياخذ العلاج وكيف يسوي معه وكيف العلاج بيشتغل وكيف بيكون أداءه في الاختبارات. هذه مجموعة. المجموعة الثانية اللي مثلا ياخذ الأدوية عشان اضطراب المزاج ولا التوتر اللي صاحب اضطراب فرط الحركة. فهذول راح نتكلم فيهم بعد المجموعة الأولى. فأهم مجموعة اللي هو مجموعة الطلاب. مجموعة الطلاب الآن اللي سواء في المرحلة الابتدائية، في المرحلة المتوسطة أو الثانوية، واللي هم يستخدموا الأدوية اللي تعتبر منشطة زي دواء الريتالين، دواء الكونسيرتا، دواء الفايفان أو دواء الأديرال. كل الأدوية هذه تعمل على تنشيط الدماغ وإعطاء قدر كبير من التركيز، لكن في المقابل تمنع الشخص إنه ما يقدر ينام. فالتوافق مع النوم والصحيان ونظام الروتين النوم هذه حتكون فيها تداخلات. وعمل الدواء، في مثلا دواء زي الريتالين بيشتغل لمدة 5 ساعات إلى 6 ساعات، في دواء زي الكونسيرتا عمله ما بين 10 إلى 12 ساعة. ففي حالات زي الامتحانات، أو في حالات احنا نقول الآن داخلين على موسم رمضان وفي فترة امتحانات حتكون يعني أول 3 أسابيع، نتمنى من الله التوفيق لجميع الطلاب. فننصح المجموعات هذول إنهم يحافظوا على نفس نظام روتين النوم والصحيان الحالي، بحيث إنه والله ينام في الليل ويحافظ على الروتين حقه ولا يتغير كثير، ويصحى في الصباح. فيكون مثلا من بعد السحور أو قرب الفجر يعد النظام نومه فياخذ الأدوية في هذه الفترة، فتعمل الأدوية من بعد إن شاء الله الفجر لحد ما تنتهي فترة الامتحانات اللي هي بعد الظهر. فبإمكانه الصيام يكون يحصل على وجبة جيدة ويحصل على سوائل كافية تكفيه فترة الصيام، بحيث إنه يقدر يركز ويراجع ويحضر نفسه بشكل كويس ويدخل بعدها بإذن الله على الامتحانات وهو في كامل قدرته على التركيز. هذه المجموعات اللي احنا نحتاج انهم يركزوا كثير في طريقة أخذ الدواء وكيف ترتيباتها. لو افترضنا انه أحد أخذها مثلا في فترة المساء أو بعد الفطور أو بعد العشاء، حيلاحظ انه فترة الليل حيركز كثير، فممكن يذاكر، ممكن ينتج، لكن الإشكالية انه لما تيجي فترة الصباح حيكون شوي مدروخ، شوي نعسان، شوي مو قادر يركز، فممكن يكون أداءه مو جيد. فكل الناس اللي على كونسيرتا، على ريتالين، على أديرال، على فايفانز، كل المجموعة هذه أنا أتمنى منهم إنهم يأجلوا أخذ الدواء إلى الفترة الصباحية، فيتسحروا قبل الفجر مثلاً وجبة جيدة وبعدها يأخذون الدواء، وممكن يعدلوا نظام المذاكرة بالنسبة لهم بحيث إنه يكون فترة الصباح لحد الاختبار يحضروا فيها أنفسهم، يراجعون، يسوون الأشياء هذه. نيجي بعد كده لمجموعة زي ما ذكروا الأخوان اللي هو الاستراتيرا. مجموعة الاستراتيرا مجموعة مضادات الاكتئاب، مضادات القلق، هذه كلها تعمل 24 ساعة على حسب الأعراض الجانبية. كمثال في دواء اسمه البوبروبيون، أو دواء اسمه الاستراتيرا، أو دواء اسمه البروستيك. هذه كلها أدوية إحنا ممكن نعطيها وتكون هي مصنفة كدرجة ثانية بعد الأدوية اللي أنا ذكرتها في المساعدة على التركيز. لأنه الأشخاص اللي يستخدموا هذه النوعية ممكن ما يستخدموا الأدوية بشكل كامل لزيادة التركيز قد ما هو الأدوية تركز وتخفف من مستوى القلق عندهم، فيقدروا يأدوا بشكل كويس. هذول لهم الحرية الكاملة. ممكن الناس اللي مثلا مع الاستراتيجية يحس إنه بيصحصح أكثر فيخليها بنفس النظام حق الكونسيرتا والريتالين، بحيث إنه ياخذها في فترة الصباح بعد السحور.
أما مضادات الاكتئاب ومضادات القلق فهي الأمر فيه شوية حرية لأنه عملها 24 ساعة، فهذه الفترة بإمكانهم يأخذونها بعد الفطور أو بعد السحور، ما يفرق بشكل كبير. وحتى نظام النوم ونظام الصحيان يكون فيه حرية كمان أكبر. فيه مجموعة ثانية اللي مثلا فيها اضطرابات سلوكية كاضطرابات العناد، اضطرابات التحدي، نوبات الغضب. ففي بعض الأطفال أو بعض المراهقين أو بعض الأشخاص اللي عندهم هذه المشكلة هي الطاغية، فهذولا ممكن في بعض الأطباء يصفوا لهم مجموعة من مضادات الذهان زي مثلا الأبليفاي، زي الريسبريدون، زي السيركويل، أو من ضابطات المزاج زي اللامكتال أو زي اللارجكتيل أو الدباكين. هذه المجموعة تتميز بأنها تعطي جودة أفضل للنوم وتساعد على نوم جيد، فهذه ما نحبذها تكون في فترة النهار أو في فترة ما بعد الفجر، فراح تسبب نعاس شديد، راح تخلي التركيز في أقل مستوياته في فترة النهار وفترة الاختبارات. فزي هذول ننصحهم إنهم ياخذونها بدري، يعني ممكن من بعد العشاء بعد الفطور، بحيث إنه يقدر ينام لفترة المساء ويقدر بعد كذا يكون في قمة تركيزه إن شاء الله في النهار. في أدوية غير مصنفة لا من هنا زي دواء اسمه الكلونيدين. الكلونيدين هذا يأخذه بعض الأشخاص اللي مصابين بفرط الحركة وتشتت الانتباه، ويكون عمله ما بين 3 إلى 4 ساعات، ويكون فعلا يجيب النوم في البدايات. هذا ينطبق عليه نفس القاعدة اللي قلناها قبل شوية، إنه يبعدوا شوية عن فترة الامتحانات، فممكن ياخذه في المساء، ياخذه في فترة كافية قبل فترة النهار أو قبل فترة الاختبار في فترة كافية، بحيث إنه يكون مركز بشكل جيد. الآن ممكن إحنا ناخذ مجموعة أسئلة، وبعد كذا إحنا نكمل ونسهب في بعض الأسئلة اللي يطلبوها الأخوان. طيب، أحد الأشخاص ذكر إنه علاج الاستراتيرا متى يصير ناكله برمضان؟ زي ما قلت إنه إحنا ممكن على حسب الشخص نفسه، إذا كان لما ياخذ الاستراتيرا ولا يقدر ينام أو ما يقدر إنه يحصل على قدر كافي من النوم، فإنه يعني يتسحر وياخذ الدواء ويخلي فترة ما بعد السحور تكون هي فترة مراجعة وفترة مذاكرة لحد ما يجي وقت الاختبار. في أحد الأشخاص ذاكر هل الأدوية المنبهة مقطوعة من السوق؟ هي فعلا مش مقطوعة، لكن أغلب الصيدليات ما تدعم تواجدها، تكون موجودة في المستشفيات الكبيرة سواء الخاصة أو الحكومية، فهي موجودة متوفرة في المدن الكبيرة. أنا مقدر جدا أنها في صعوبة كبيرة في الحصول عليها، لكنها موجودة ونقدر نصرفها ومتواجدة للي يتطلبونها. هل الاستراتيرا يسبب ضعف في الانتصاب للرجال أم أن التأثير في البداية فقط؟ هذا تأثير مؤقت وليس بالشكل المثير للجدل. أعتقد أنه مراجعتك مع الطبيب المختص في البداية راح يبين لك ليش حصلت هذه المشكلة، فهو يحتاج تاريخ مرضي يعرفه ما قبل الاستخدام وما بعد الاستخدام، وكيف احنا ممكن نتجاوز هذه المرحلة. ممكن أغلب الأشخاص اللي احنا بنحتاج نعطيهم استراتيجية يكون عندهم مستوى القلق عالي جدا، فممكن من هذا الباب، ونحاول احنا نساعدهم بالطرق المتاحة إذا في حلول ثانية غير الاستراتيجية. ولدي له 8 أشهر يأكل استراتيجية ولا تغير شيء حتى الآن. طيب، هذه خلاص أعتقد أنها فترة كافية جدا لمراجعة العلاج، مراجعة التشخيص، مراجعة الأعراض، مراجعة المعطيات، مراجعة احتياج الطفل. فلازم احنا نراجع كل الأمور هذه ونقرر هل الاستراتيجية هو الخيار الصح، هل الجرعة هي الخيار الصح، هل التشخيص هو الصح. فكلنا في جميع التخصصات في حاجة احنا نسميها second opinion أو سؤال مختص آخر. فإذا طبيبك نصحك بحاجة فممكن أنت تروح لطبيب ثاني في نفس التخصص وليس تخصصات أخرى، في نفس التخصص، وتعرض عليه الحالة وهو يفيدك بانطباعه.
ويفيدك بالأشياء اللي ينصح فيها، وترجع لطبيبك الأول وتتناقش معه بحيث إنه توصلوا إلى أفضل الحلول اللي تساعدكم. رسالتك للشباب اللي تزيد الجرعات عند الاختبارات، أمانة أنا ما أنصح بهذا الشيء. زيادة الجرعات إحنا ملزمين فيها بحسب الوزن والطول، بحيث إنه ما نتجاوزها لا قدر الله تضر أو تخليه يدخل في جرعة عالية وممكن تتعب جميع الأجهزة، سواء الكارديوفاسكولار ولا الأجهزة الثانية. فإحنا ما ننصح أبدا بزيادة الجرعة، إحنا ننصح بزيادة التحضير من بدري، تقسيم الوقت، إدارة الوقت، إدارة المجهود المقسم على كل المراحل في الدراسة أفضل بكثير من زيادة الجرعة. زيادة الجرعة بالعكس راح تدخلهم في، ممكن تحصل حالة عكسية، إنه ممكن يدخل في خمول، ممكن يدخل في نعسان، وممكن يدخل في مشاكل هو في غنى عنها. فما ننصح أبدا، ولا كان خلاص كان كل مختص كتب الأدوية ولا نحتاج لمختصين يشرفون ويتابعون الحالات. هل استراتيرا بالإمكان إيقافه بأي وقت بدون أعراض انسحابية؟ مو صحيح. الاستراتيرا جرعاته ما بين 10 إلى حد 60-80، فما أدري كم الجرعة الحالية اللي الشخص يستخدمها. فننصح إذا أحد عنده مشكلة في الدواء فإنه يراجع طبيبه إيش الخيارات المتاحة غير الاستراتيرا، ويبدأ في التدرج المناسب اللي ما يأثر على الشخص لحد ما يتم إيقافه وإيجاد البدائل في حال إنه كان يحتاجه. راجع طبيبك واشرح له الموضوع إنه مثلا الاستراتيرا ما هو مناسب أو نبغى نوقفه، فأكيد في طريقة لذلك. ينفع ياخذ استراتيرا وينامه، يعني المفعول ما ينتهي لوقت الاختبارات؟ لا ابدا، اللي وده ينام او يرغب في النوم فعادي ينام، ما في اي مشكله. لكن احنا نتكلم على الاشخاص اللي ممكن لا قدر الله انه ما يقدر ينام بعد اخذ الجرعه، فهذول اللي نقول لهم مثلا والله انت تحتاج انك تاخذها في فتره تكون انت مصحصح فيها ومحضر فيها ونايم قبلها كويس. رجعت عند دكتورة وقالت عادي جدا أوقف في وقت لو لاحظت أي أعراض. مو صحيح، كأنه ذكر لي إنه الجرعة 25. لا، إحنا إذا كانت الجرعة 25 فنحتاج ننزل لمدة مناسبة إلى على جرعة 15 بعدين 10، بعد كذا على العشرة ممكن إحنا نتوقف، لأنه لو توقفنا على 25 ممكن تصير أعراض انسحابية غير محمودة. احنا هنا عشان نركز اليوم على الأدوية وعلى التفاعلات، إذا في أحد مثلا يأخذ دواء وفي أدوية غيرها ثانية، فنركز على هذه الأمور بشكل أكبر. كل الزملاء وكل الأطباء في اعتقادي إنهم يحملوا هم إنهم يساعدوا مرضاهم ويساعدوا الأشخاص بحيث إنهم يكونوا في أتم خير وعافية بإذن الله. جرعة لطفل بالثامنة مقدار 18 ملي، وش المقصود؟ هل هو الاستراتيرا قصدك ولا الكونسيرتا؟ يعتمد على الوزن وعلى طول الطفل احنا نحدد الجرعات هذه، فهذه الطبيب المعالج هو ممكن انه يساعدك فيها. طيب اذا اعطيت الدواء لمدة شهرين وما لاحظت اي شيء غير فقد الشهية وزيادة التوتر، ماذا افعل؟ ياخذ كونسيرتا. ممتاز، هذا سؤال جدا جيد. ممكن تكون الجرعة عالية، ممكن يكون الوزن غير مناسب، ممكن تكون الخيار الكونسيرت الآن غير مطروح، فممكن ناخذ ونروح للأدوية اللي عملها وقت قصير زي الريتالين، فهذا يعطيه فترة أكبر لأنه ياخذ على المادة الفعالة بحيث أنها تساعده بشكل أكبر. ففقدان الشهية زيادة التوتر هذه فترة مؤقتة المفروض تحصل في البداية وبعدها تنتهي. من ناحية إيش الأفضل، استراتيرا أو كونسيرتا، وإيش الفرق؟ زي ما ذكرنا في الأول، الكونسيرتا الاسم العلمي له هو الميثايلفينيديت، فهو يصنف من الكلاس A أو رقم واحد في علاج فرط الحركة، زيه زي الريتالين، زي الأديرال، زي الفايفان، كل المجموعة هذه تعتبر رقم واحد في العلاج، وهي من أكفأ الأدوية. الاستراتيرا يكون
يصنف من المرحلة الثانية أو الثالثة، بحيث أنه يساعد كثير للأشخاص اللي يطغى عليهم التوتر والقلق بشكل أكبر من التشتت نفسه، أو ما عندهم مشكلة مثلا في الحركة، فيخفف بنسبة كبيرة من التوتر والقلق. بالنسبة للفرق بينهم، طبعا الفرق كبير، الأعراض الجانبية مختلفة، التأثير مختلف، طريقة الأخذ مختلفة، كل الأمور هذه لازم نحطها في الحسبان. الكونسيرتا يعني حتى يكون عليه رقابة والحصول عليه ما هو بالأمر السهل، لكن الاستراتيرا ممكن يأخذ بوصفة عادية ومن متاح في صيدليات كثيرة، وحتى الأعراض الجانبية تكون بشكل أقل. هل يجب لابني مع علاج استراتيرا جلسات لتنمية المهارات الاجتماعية؟ طبعا أيوة، زي ما ذكرنا في البداية، هو العملية العلاجية هي عملية تكاملية، يشترك فيها العلاج الدوائي، يشترك فيها العلاج السلوكي، يشترك فيها العلاج المعرفي، يشترك فيها العلاج الوظيفي، كلها أمور تكاملية يحددها المشرف على الحالة وإيش في كل مرحلة إحنا نحتاج. الخيار الأول بالنسبة للدكتور، الأدوية المحفزة أم غير المحفزة؟ بغض النظر، ممكن على حسب الأعراض اللي أنا قلت لكم عليها، إذا وصلنا إحنا للتشخيص، هل كانت الحالة 100% فرط حركة؟ هل هناك جزء من 100% عبارة عن اضطراب اللي هو التحدي والعناد؟ هل في اكتئاب؟ هل في قلق؟ هل في مشاكل ثانية؟ هل في صعوبات في التعلم؟ كل هذه تتحدد من خلال الطبيب المعالج ورسم الخطة العلاجية. فهي مو كلها فقط أدوية، الدواء تقريبا هو 30 أو 40% من العلاج، لكن فيه مساحة كبيرة في الخطة العلاجية لأعراض القلق، للثقة بالنفس، للأعراض الاكتئابية الحاصلة من ردود الأفعال ومن قلة الثقة اللي تحصل من عدم التذكر والإخفاقات المتكررة، من العلاقات المتكررة الفاشلة. كل هذه الأشياء تحصل مع الأشخاص، وكل هذه الأشياء إحنا نحدد الأولويات في العلاج في كل مرحلة. يعني كمثال، أنا عندي شخص الآن كانت عنده مشكلة في الحركة، فبستخدم الأدوية اللي الآن تثبط الحركة وتعطيه القدرة إنه يسيطر على حركته، فبعد كذا هو حيستفيد من قدراته الإدراكية، يستفيد من قدراته الأكاديمية، من الاجتماعية، فتتطور بشكل كبير. بعد كذا أنا أوقف الدواء اللي يسيطر على الحركة، لأنه خلاص هو بنى استراتيجياته الخاصة وبنى طريقته في التعامل مع الأمور اللي كان هو يجهل كيف يتعامل معها، فكانت حركته تطغى فيها. فبعد كذا احنا نغير، مثلا إذا احتاجنا دواء للقلق، دواء للتوتر، دواء لاضطرابات نوبات الهلع، للاكتئاب، ممكن احنا نغير وقتها بالاحتياج حق الشخص. ممكن فترة من فترات ما نعطيه ولا دواء، نقول له بس مجرد انك تحتاج علاج وظيفي او علاج سلوكي معرفي للسيطرة مثلا على ترتيب جدولك، للسيطرة على ترتيب وقتك، للسيطرة على بس انك تعمل لك روتين يومي بحيث انك تنام في وقت معين وتصحى في وقت معين وتعرف ترتب امورك، فما يصير فيه مشاكل عندك وفراغات في يومك بحيث انك ما تعرف تتعامل مع اللي يصير معك. طيب، الريتالين وقفوه من العمل؟ لا، هو موجود ويصرف وموجود في بعض الصيدليات. طبعا الرياض ما شاء الله من أكثر المدن اللي موجود فيها الدواء، في صعوبات صحيح في بعض المناطق، لكن الدواء موجود. ما أعتقد أن الصعوبة أو في عدم وجوده، إلا أنه الشركة المنتجة له غير داعم لوجوده، لكن الدواء موجود ومتوفر. الوزن 21 وياخذ كونسيرت 18، طبعا 21 و18 هذا يعتبر الجرعة الأعلى بالنسبة لهذا الوزن. يبدو لي لو كان الريتالين 10 خيار أفضل، لأنه ما أعرف هل مع 21 كيلو واضح أنه ممكن يكون في أعراض جانبية، يعني شوي ضايق، لكن إذا كان مناسب له وأداءه جدا عالي وشهيته جيدة وبينام كويس، فأبدا جرعة مناسبة تكون بإذن الله. مع كورونا والقعدة في البيت، أحس ولدي تأخر كثير في مهاراته الاجتماعية. صحيح، هذه مشكلة إحنا نواجهها حتى مع الأطفال اللي ما عندهم مشكلة فرط الحركة، لكن إحنا نحاول نسوي لهم برامج في البيت نفسه، بحيث إن إحنا نمتص كثير من طاقتهم.
في ألعاب كثيرة تحفز القدرات الذهنية عندهم، تحفز القدرات الاجتماعية، ممكن إنهم ينخرطون فيها في داخل العائلة، فهذه حتقلل الضغط اللي عليهم واللي على الأسرة. هذه أنصح فيها كثير. وحتى لو كان مثلا في فسحة أو في وقت إنهم بإمكانهم يخرجوا والله ساعة ساعتين لقضاء وقت خارج المنزل، فهذا أمر محفز كثير بإذن الله. بالنسبة للبالغين، هل يتطلب غير العلاج الدوائي؟ وكم تمثل كنسبة من العلاج؟ يختلف طبعا. في بالغين كثير ممكن يواجه مشاكل كثير في عمله، في بالغين يواجهوا مشاكل في داخل الأسرة، أو يواجه مشاكل في إدارة المشاعر بالنسبة له، أو إدارة الوقت بالنسبة له. فكل واحد له متطلباته، ممكن ما ياخذ الدواء نهائيا، ممكن بس احتاج اعطيه دواء للتوتر، او اعطيه دواء للاكتئاب، ما اعطيه حتى دواء لفرط الحركه. احتاج لفرط الحركه اني اساعده اني اسوي له سكجول، ارتب نظامه اليومي، ارتب نظامه من ناحيه ترتيب الاولويات، وخلاص امور تكون باذن الله في كل خير. بنتي عندها تشتت اكثر ما عندها قلق وتوتر، وتاخذ استراتيرا، تقترح ان نغير العلاج الكونسيرت افضل لها. زي ما قلت لكم في البداية، هذا يعتمد على الخطة العلاجية، لأنه أنا لما أحط خطة علاجية فتكون عندي أهداف معينة أصل لها. يهمنا أكثر من محور، أنه يكون ناجح الطفل في مدرسته، أو ناجح الشخص أو السيدة في عملها، علاقاته الأسرية والاجتماعية جيدة، وإحساسه بذاته ونفسه، وقدرته على التعبير عن مشاعره وعن احتياجاته تكون جيدة. فإذا في كل الجوانب الحياة أموره تمام، لا أبدا ما يحتاج إحنا نغير. لكن إذا مع الدواء ومو قادر يتحسن، فلا إحنا نحتاج نراجع الخطة العلاجية، ونرفع من نرفع من يا الجرعة يا نغير الخطة العلاجية. السايد افكت دائما علاج ممكن نستمر حتى بعد تغيير او ايقاف الدواء. لا ابدا، هي السايد افكت تكون في مع استخدام الدواء، فبمجرد احنا ما ننتهي او نقفل على استخدام الدواء، خلاص احنا بكذا نخرج من مسألة الاعراض الجانبية اللي ما بعد الاستخدام. ما أعتقد إنه فيه أعراض جانبية ممكن تكون بعد الدواء. في أعراض جانبية تكون نادرة شوي، وإحنا هذه الأعراض نستبعدها من البداية في حدوثها، إنه ما يأخذ الدواء بعد كذا، فهذه أعتقد إنه نسبتها قليلة جدا. طيب، وولد ياخذ استراتيجية وقياس الذكاء عنده فوق العالي، واشوفه ما يركز ولا يفهم عندي ابد. في نقطة احنا ما تطرقنا لها، احيانا يكون الستاندر او التوقعات للاهالي في اداء الاطفال انه يكون جدا عالي سقف التوقعات عليهم، فيتطلبوا من ولدهم انه والله مثلا يكون بافضل حالاته، او انه يقارنوه بناس اكثر منه كفاءة، او في الدرجات عندهم بشكل عالي. فإحنا نبعد أبدا من هذا الطريق، ونقارن الطفل بنفسه قبل وبعد العلاج، كيف أداءه مع نفسه، كيف تطوراته مع أموره، هذا أفضل حل. ما نكون إحنا عامل ضغط على الطفل أو على الشاب أو الشابة في أدائهم. فحتى لو كان الذكاء عالي، إحنا نشوف ليش هو ما هو قادر يأدي كويس في الدراسة. هذا الجانب اللي إحنا نحتاج نركز عليه، غير كذا ما يحتاج إحنا نضغط. هي في النهاية احنا بنساعد انه يقضي الوقت هذا من غير ما يكون ذكريات سيئة او ذكريات تأثر عليه بالسلب لا قدر الله. هل في أسئلة اخرى، ولا نعتبر كذا وصلنا لأفضل ردود نحتاجها الفترة هذه؟ صحيح، إذا أخذ الشخص أو المصاب فترة على العلاج، بحيث أنه أخذ أول شهور واستقرت حالته وبدأ يستجيب، فإحنا كأطباء نشوف أنه والله في فترة الإجازات، مثلا فترة الصيف، فترة إجازة ما بين الترمين، إذا لا يوجد أعراض طاغية على الطفل، يعني فقط أنه بس يركز أو أنه يكون أداؤه في المدرسة هو المطلوب، فاحنا ممكن في فترة الإجازات احنا نوقف الدواء، أو نرجع الدواء مثلا. كمثال
أنا ممكن أوقف الدواء إذا ما كان عندي دراسة، ولا حسافر ولا حطلع ولا حيكون في أي احتياج لأن الطفل يكون في قمة أدائه وفي تركيزه، فأنا ممكن أوقف الدواء طبعا بعد استشارة الطبيب. في بعض الأشخاص يكون حركتهم جدا عالية، فما أقدر أسافر معه، ما أقدر أسيطر على حركته في المطارات، ما أقدر أسيطر على حركته عند الناس وأنا أزور الناس، فهذول صعب إني أوقف عليهم الدواء بحجة إنه لا والله ما في مدرسة. فهي نسبة وتناسب مع إشراف الطبيب المعالج له. الوراثة طبعا تلعب دور، يعتبر فرط الحركة من الاضطرابات اللي عالية في الأسر، أو يكون فيها الجينيتيك لود أو الأمور الوراثية فيها عالية. طبعا زواج الأقارب هو يزيد من نسبة الوراثة، فيكون موجود الاضطراب بشكل كبير، مثل اضطرابات التوحد، الاضطراب الوجداني ثنائي القطب. كل الأمور هذه تلعب فيها الجينات والوراثة دور عالي، فجزء كبير منها بنلاقي بالأقارب من الدرجة الأولى تزيد نسبة الإصابة عندهم في حال إنه في تواجد أحد مصاب بالاضطراب لا قدر الله. هل الأنشطة الرياضية للأطفال ممكن تحل مكان الأدوية؟ تحل بشكل إنها تساعد على تنمية المهارات الاجتماعية، بحيث إنه الطفل من خلال الرياضة أو من خلال ممارسة الألعاب اللي فيها أنشطة جماعية يقدر يطور مهاراته، فهو يتعلم من خلال اللعب. الأدوية بتعمل على إنه يتذكر الأنشطة هذه وش سوى فيها، يتذكر كل الأشياء اللي تعلمها من الأطفال اللي معاه، يتذكر كل المهارات سواء كانت كيف إنه يعبر عن نفسه، كيف إنه يحافظ على حدود الآخرين، كيف إنه ما يتعدى على حدود على الناس اللي معاه، هذه كلها يساعدها الدواء على إنه يتعلمها مع الوقت. فالرياضة إحنا ننصح فيها دائما سواء كان في دواء أو في غير دواء، فهي مفيدة للجميع. حتى للحالات البسيطة يكون الرياضة زي المهارات القتالية، زي رياضة كرة القدم، زي السباحة، هذه من الألعاب اللي مفيدة جدا وتساعد كثير على تنمية المهارات. طيب فعلا يعني ترى اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه من الاضطرابات اللي عمرها قصير، يعني ما له مثلا 50 أو 100 سنة من وقت ما عرفناه، قريب صار التركيز عليه من السنوات الأخيرة. فهو فعلا بنلاقي مثلا الطفل نقول والله عمه فلان أو جده فلان كان زيه بالضبط، لكن احنا اللي بنقول الآن الفترة اللي عاش فيها عمه قبل 20 30 سنة ما هي زي الآن. الآن نظام التعليم اختلف عن أول، الآن الطفل لازم ينضبط ما بين 30 دقيقة إلى 40 دقيقة، عنده فروض دراسية، حتى طريقة التدريس اللي درسوا قبل 20 سنة الرياضيات ما هم زي الآن، فالطرق تتحدث والمتطلبات تزيد، الألعاب الإلكترونية تلعب دور كبير في الضغط الذهني على الأطفال، ما هم زي اللي قبل، اللي قبل كان أكثر ضغط عليهم ضغط جسدي، ألعاب زيادة، زيادة أحمال، مساعدة العائلة، شيل وحط، أمور كلها جسدية، لكنها الأمور الذهنية جدا بسيطة مقارنة بالجيل الحالي اللي يحمل أعباء عالية جدا ذهنيا. فكل الألعاب اللي يلعبوها تمثل ضغط. طبعا في المستقبل إن شاء الله راح نشاهد حتكون في ألعاب خاصة FDA approved، يعني مرخصة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بحيث أنها ترخص بعض الألعاب لتنشيط الذاكرة وتنشيط التركيز عند الأطفال. فممكن وقت من الأوقات إنه الطبيب في الروشتة ما يكتب بس دواء، يكتب ممكن إنك تجيب له اللعبة الفلانية عشان يلعبها. فالأمور الإلكترونية ما هي كلها بالمطلق سلبية ولا هي بالمطلق جيدة، فتحتاج تقنين وتحتاج مراقبة، فهذه تعمل ضغط كبير. فإحنا لما نقول والله الآن الطفل هذا يشبه فلان وهذاك ماشي أموره طيبة، ممكن وقت من الأوقات، لكن الآن في احتياجات، في مدرسة، في انضباط، في ناس ما ترضى بالغلط، في نظام المدينة وتجمع المدينة هذا مو زي الناس اللي كانوا عايشين في القرى، زي اللي كانوا عايشين ناس ما عنده لبس مجرد عائلة. الآن الطفل
من حد ما يولد إلى مثلا يوصل الجامعة يتعرف على نسبة ناس مرة مهولة في الحارة الفلانية، في الحي الفلاني، في المدينة الفلانية، أبوه ينتقل، أمه تنتقل، هو ينتقل العيش معه، فهذا كله يسوي ضغط على الطفل. ما هو زي أول، ممكن تلاقي شخص جالس في نفس المكان من وقت ما ولد إلى أن تزوج، ممكن حتى شاب فيه العمر، ولا تغير عليه شيء، فهذا يعتبر نوع من الاستقرار. كونسيرته مع الصيام راح يستمر تقريبا إلى الساعة 2، ودوامي يستمر إلى 4. كيف ممكن أتعامل مع الموضوع؟ هي الفرق ساعتين. الآن الناس العاديين لما نحن نشتغل مثلا من 9 الصباح إلى الساعة 4، الإنتاجية ترى تكون تقريبا ساعتين إلى 3. فإحنا ننظم الاستفادة من الوقت، فبحيث أنه أقسم تركيزي أنا على كامل الساعات، لحد ما إن شاء الله يكون آخر ساعتين ما يكون في أعمال كبيرة بحيث إنه يحتاج مني جهد. فأنا ممكن أبدأ بيومي بالأعمال الكبيرة اللي تحتاج مني تركيز عالي. بعد الظهر مثلا أخلي الأعمال اللي بس تحتاج أشياء روتينية، بس شوية تركيز، ما يحتاج لها أمور كثيرة. فبكذا أنا بخف تركيزي وخوفي إنه والله الدواء راح يفقد مفعوله آخر ساعتين من الدوام. اليوم ولدي يقول أخاف إنكم تموتون ويبكي. هذه من أهم وأعراض حاجة احنا بنسميها قلق الانفصال، اللي هو الـ separation anxiety، وهذه بتصير مع الأطفال طبيعيا إلى عمر 18 شهر، سنتين، سنتين ونص. لكن لما تستمر هذه الحالة في الأطفال اللي في سن المدرسة، في سن الابتدائي أو المتوسط أو قبل أو ما دون ذلك، فهنا تحتاج تدخل سلوكي، تدخل ممكن علاجي في حالة إنه صار يخاف، صار ما ينام في غرفته، ينام مع أهله، ما يخاف من الظلام، ما يبغى يروح المدرسة. في هذه الحالة إحنا لازم نتدخل عشان ما يبدأ الطفل يفقد مهاراته الاجتماعية، ويبدأ يكره المدرسة، ويبدأ يكره إنه أبوه وأمه مثلا لا قدر الله يبعدون عنه. فالتطمين في البداية، قضاء وقت جيد مع الطفل كمان وكمان، لكن إذا خرجت الأمور على السيطرة لا نتأخر، نشوف مختص يساعدنا في الموضوع. ولدي عمره 14 وياخذ استراتيرا، وأخاف أدخله النادي لأنه ما يفرق بين الأشرار والأخيار. ممتاز، هذا جدا سؤال ممتاز، شكرا لك على سؤالك. جزء من أعراض الفرط الحركة اللي هي الاندفاعية، وجزء من أعراض برضه فرط الحركة إنه ما يميز بين خياراته الجيدة وخياراته الغير جيدة، وسلامته أو سلامة الشاب ما تكون أولوية بالنسبة له، فيكون في اندفاعية وفي تعرف شديد وتعرف عالي على الأشخاص اللي ما يعرفهم، فهذه تأثر على سلامتهم. فأنا معك إنه يحتاج علاج سلوكي أو علاج معرفي لتنمية هذا الجانب عنده، بحيث انه والله يعرف يحافظ على نفسه وما يدخل في كل اجنبي او كل مثلا شخص ما يعرفه، ولا قدر الله ممكن يتعرض لتحرش او يتعرض لمضايقات جسدية او يتعرض لابتزاز او تنمر او من هذا القبيل. فضروري جدا نشتغل على الجانب هذا قبل احنا والله نقول لا الرياضة مهمة ولازم يطلع، ونترك الجانب الاجتماعي. ما هو حل الذاكرة الضعيفة؟ زي ما قلت لك، هو عندنا الأمور الدوائية والأمور السلوكية، هذه كلها تساعد للقدرة على التذكر. كمثال للأشخاص العاديين اللي يتعرضون لضغط عالي أو يكون جدولهم جدا مشغول، فهم يلجؤون أحيانا إنهم يسوون نوتات، يكون عنده ملزمة أو يكون عنده رسنامة يكتب فيها مواعيد وجدول وكل الأشياء. بعضهم يستخدمون الجوال لهذا الموضوع، فهذه الأمور كلها تساعد للأشخاص العاديين، فما بالك أحد عنده فرط حركة. فكل الأمور هذه إحنا نسويها، نتساعد فيها، نستخدمها بحيث إنها تساعد إني أنجز مهامي اليومية. فالعلاج السلوكي، العلاج المعرفي، العلاج الدوائي كلها تساعد. طيب، هذا اللي احنا تكلمنا فيه في بداية اللقاء، انه الكونسيرج زي ما قلت لك تاخذه بإذن الله في فترة ما بعد السحور، وتبدأ تنظم نفسك انه والله يبقى نظامك زي ما هو، انك تكون صاحي وقت النهار وتنام في وقت الليل، بحيث انك تكسب فترة ما قبل الاختبارات إنك تذاكر وتراجع إلى يجي وقت الاختبار. الله يسر لك إن شاء الله، وتكون يكون أدائك جيد في الاختبار.
نحتاج كثير انك تحاول تنظم جدولك، تنظم وقتك، بحيث انك تقدر تقسم احتياجك في المذاكرة ومساعدة الدواء لك خلال الفترة هذه كلها. تكلم الطفل مع نفسه بصوت عالي، احنا لازم نفرق هل هو يسوي هذا الشيء عشان يحصل على الانتباه من اللي حواليه، او يقدر يسوي هذا الشيء عشان يتذكر، او يقدر يسوي هذا الشيء عشان يكون يقلل من التشتت، المثيرات اللي حواليه انها لا تشتته. فكل هذه الاشياء احنا لازم نعرفها في البداية عشان لا نحكم عليه بشكل خاطئ، ولا انه نحرجه بالانتقاد لما هو يسوي هذه الاشياء. فخيال الطفل هذا شيء صحي وجيد له، لكن بالامر المنضبط اللي ما يعرضه لا قدر الله للسخرية من الاخرين، ولا يعرضه للتنمر من الاخرين برضه. فاحنا احنا نساعده بالعلاج السلوكي، بالعلاج المعرفي، بحيث انه يقدر ينظم الاشياء هذه، وممكن ما يصل الأمر لأنه يتكلم قدام الناس أو يرفع صوته بالأمور هذه، لكنه أمر جيد. يعني الخيال والأشياء هذه والعالم الكرتون هو برضه من الاندفاعية والخيال اللي هو يتمناه ويجلس يعيشه ويحب، لأنه الواقع مرير بالنسبة له. توبيخ دائم، فشل، عدم تذكر، عدم القدرة على الإنجاز، فيكون في الخيال فيه فسحة شوي، لأنه يكون مرتاح، يكون بس عايش مع الكاركترات ويسوي سيناريو. فهذه الأمور شوية تخيلية، إحنا ممكن نساعد من هذا الباب بحيث إن إحنا نسوي له علاج باللعب، واللي هو إحنا نسميه البلاي ثيرابي. فهذه الأشياء ممكن تساعده إذا هو فعلا يحب الأمور هذه وتخدمه بشكل كبير بإذن الله. كلها هذه من الأمور اللي إحنا نحتاج نشتغل عليها في العلاج السلوكي المعرفي، ونعرف ليش هو بالصورة هذه وبنساعده عليها. لازم يكون في روتين معين وقت النوم، بحيث إنه يمنع أي تشتت أو أي اندماج في أي شخصية أو أي حماس ممكن الطفل ينسحب له ويتأثر نومه، وممكن حتى يتحلم بأحلام غير جيدة. صحيح، النوم ممكن يتأثر، في أشخاص أبدا ما يتأثرون حتى لو وصلنا للجرعات العالية، لكن لو تأثر وقت النوم إحنا نحاول نقول للأهالي ياخذوا الدواء بدري. فإحنا ليش دحين نقول ياخذوا الدواء بعد السحور؟ فلو أخذناه تقريبا الساعة 5 أو 6 الفجر، فتقريبا إلى 6 الليل، 8 بالليل ما ينتهي مفعول الدواء، فيقدر مثلا من بعد الساعة 10، الساعة 9 بالليل أو 11 يقدر ينام. هذا يعطيه مفعول، لكن في بعض الحالات خاصة في البدايات ما يقدر ينام بشكل كويس، ففيه مساعدات للنوم بشكل جيد تخدم المصاب فترة مؤقتة في البداية لحد ما إنه النوم يعود لطبيعته، زي الميلاتونين من الأشياء الجيدة، لكن ما أنصح بأخذها إلا عن طريق الطبيب المعالج. نبتعد عن البنادول نايت بشكل مستمر، لأنه ممكن يضر بال السليب سايكل أو عملية النوم بشكل عام، فممكن يضر فيها أكثر. لكن الميلاتونين من الخيارات الجيدة، أو الكلونيدين، لكن بالرجوع إلى الطبيب المعالج. آخر دقيقتين الآن، لو في أي استفسار ويكون كذا إحنا وصلنا للنهاية. صحيح، إذا كان يومك طويل والجرعة تحتاج والوزن بالإمكان، إحنا ممكن ناخذ جرعة، لكن برضه أنصح عن طريق الطبيب. فمثال، لو كان عندي شاب أو شابة وزنه 70 أو 80 كيلو، وهو أموره مستقرة مثلا على جرعة 18 كونسيرتا، لكنه جدول أعماله زاد، قدرته على التحمل ضعفت، ساعات عمله صارت طويلة، فأنا ممكن أرفع الجرعة بمراقبة الحالة والإشراف عليها، ولا ناخذ أكثر من الجرعات المتاحة لكل وزن. أيوة، كل هذه الأمور حتكون إن شاء الله في موقع الجمعية، فتقدروا ترجعون له إن شاء الله في أي وقت لاحق. آخر دقيقة، وش أعراض زيادة الجرعة؟ زي ما قلنا، أعراض زيادة الجرعة ممكن لا قدر الله تدخلنا في
زيادة في الخفقان. طبعا بشكل عام الأدوية كلها آمنة ما تأثر، لكن مثلا الأشخاص اللي عندهم مشاكل في كهربة القلب هذول نبتعد بشكل كامل عن استخدام الأدوية معهم، خاصة المنشطة اللي هو السايكوستيمولت، فهذه تأثر بشكل كبير. غير كذا الدواء بإذن الله آمن، إحنا بس نتأكد إنه لا قدر الله ما ياخذ جرعة زايدة، فهي بتأثر على القلب وعلى عمل وظائف الدماغ، وما أنصح فيه بشكل كامل، خاصة إذا كانت في اندفاعية عالية، إنه إحنا نشرف عليه في أخذ الدواء. نسيان الدواء طبعا هذا أمر وارد في جميع الأدوية، خصوصا لما أحد ياخذ الدواء بشكل منتظم وبشكل طويل، فهو ممكن يأثر بالأعراض الانسحابية، تكون لفترة يوم وترجع الأمور زي ما كانت، وما له بإذن الله تأثيرات إحنا نخاف منها، قد ما هو ممكن يتوتر شوي، يتلخبط نومه، يتنرفز عصبي، لكنه ما في شيء أخطر من كذا بإذن الله. أتوقع كذا إحنا غطينا أغلب الأشياء. لو في حاجة إحنا ننتظركم مثلا على موقع الجمعية، في حال كان في استفسار أو شيء، أنا كذا تقريبا غطيت أغلب الأشياء. الله يديكم العافية على حسن الاستماع، والله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب، ويتقبل منا رمضان، وبإذن الله يكون هذه السنة سعيدة علينا جميعا. في رعاية الله.